أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن طقس يوم غد صحو تتخلله بعض الغيوم مع غبار في المناطق المكشوفة، أما درجات الحرارة الصغرى ستكون 22 العظمى 27. أما حالة البحر في البصرة تشير إلى أن الموج يتراوح بين خفيف ومعتدل بارتفاع يصل إلى 6 أقدام. الرياح شمالية غربية تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة. UTV تتمنى السلامة لطواقمنا البحرية على السفن وزوارق الصيادين.